قبل أن تختبئ شمس النهار وتبدأ زرقة السماء بالسوداد قبل تكبير المنارات، تسمع أصوات أبواب المنازل وكأنها تتبادل الغزل. إنها طرقات أبواب بيوت المحلات التي تسبق تبادل سكانها أطباق الطعام. هكذا كانت العادة في رمضان، ليس في العراق وحسب، بل سرت عادة تبادل أطباق الطعام بين الجيران في كافة البلدان العربية، وعدت هذه الظاهرة جزءاً من التراث الشعبي لكل بلد. وتختلف الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة خلال الشهر الفضيل حتى أصبحت متلازمته، لكن أهمها هو التكافل ومساعدة العائلات الفقيرة، فضلاً عن أهمية هذه الطقوس بتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ليتجاوز الأمر كونه طبق طعام وصار وسيلة للتودد بين الناس. وأخذت هذه الظاهرة منحاً آخر في محافظة واسط، فتحول الطبق إلى ما يعرف بصينية رمضان التي يتبادلها الجيران، حيث تعمل أغلب الأسر المقتدرة في المحافظة على أرسال صينية تحتوي عدداً من أطباق الطعام، فضلاً عن الألبان والتمر والعصائر، إلى الأسر الفقيرة التي تسكن ذات المحلة لتوفر لها طعام إفطار يليق بعيش إنساني كريم.